زالوا مشاهدينا الاعزاء في النشاط الرئاسي، حيث استعرض الرئيس السيسي كافه جوانب تعزيز التعاون مع دول القاره الافريقيه، حيث تم مناقشه ابرز المشروعات الحاليه المشتركه مع الاشقاء الافارقه ومراحلها التنفيذيه وسبل دعمها وما قد يواجهها من تحديات، خاصه تلك التي تتعلق بمجالات الطاقه والربط الكهربي. كما تم استعراض اخر التطورات فيما يتعلق ببناء سد جوليوس نيريري بتنزانيا. ووجه السيد الرئيس في هذا الاطار بالاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديده ومشروعات مستقبليه تحقق العائد الايجابي المرجو في إطار من المصلحة المشتركة، وعلى نحو يعزز كافة جوانب التعاون المشترك بين مصر وأشقائها من الدول الأفريقية، خاصة في مجالات الطاقة والبنية الأساسية والنقل والربط الملاحي، وذلك لتعظيم قيمة حجم التبادل التجاري المشترك. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية. سعادة السفير مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. يبدو أن مصر منذ ليس الآن فقط لكن منذ سنوات، منذ بداية من 2014 وحتى الآن وصولا إلى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، عازمة على التواصل بشكل جدي مع القارة الأفريقية ومع الدول الأفريقية، سواء كان ذلك حول الرؤية السياسية أو حتى المصالح المشتركة اقتصاديا. كيف ترى إجمالا هذه الرؤية المصرية المتعلقة بمدى أواصر التعاون الاقتصادي تحديدا مع القارة الأفريقية ومع الدول الأفريقية، لا سيما كما ذكر في هذا الخبر مع بعض دول حوض النيل تحديدا مع تنزانيا وهذا التحالف المصري المشترك الذي يقوم بإنشاء سد نهر فيجي؟ لا شك أن مصر منذ 2014 وخاصة في فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في 2019 كان هناك رؤية مصرية شاملة للتعاون ما بين مصر والدول الأفريقية على جميع المستويات، سواء كان ذلك في المستوى الثنائي أو على مستوى المتعدد وأيضا في جميع المجالات. ولذلك نجد مصر في هذا الإطار كان هناك تعاون في الملف الأمني الخاص بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر واللاجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية، وأيضا فيما يتعلق بالقضايا السياسية الساخنة مثل قضية ليبيا، الصومال، السودان، جنوب السودان، الكونغو وغيرها من الأزمات. كان هناك اهتمام أيضا بمنطقة الساحل، سواء كان ذلك في الموضوع الأمني أو في موضوع أيضا التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب. أما فيما يتعلق بالملف الاقتصادي فكان هذا الملف يحتل أهمية كبيرة جدا، وأعتقد أنه في هذا الإطار كان هناك تركيز على الاستثمار بشكل كبير جدا سواء في البنية التحتية أو في القطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك من أجل تعظيم وتنامي منطقة التجارة الحرة القارية التي خرجت إلى حيز النفاذ في ظل جهود مصرية وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. من هنا يبدو الاهتمام بمتابعة هذه الجهود ومتابعة ما توصلت إليه من نتائج وخروجها إلى حيز التنفيذ. لذلك نجد هناك اهتمام بموضوع البنية التحتية والربط الكهربائي والاهتمام بالموانئ واهتمام بالمشروعات الكبرى مثل الربط ما بين حيز فيكتوريا والبحر المتوسط وربط خط القاهرة كيب تاون، أيضا الحزام والطريق. ونحن نلاحظ أن ما بين مصر والسودان وبين السودان وجنوب السودان في إطار الدور المصري ثم دول الجوار هناك اهتمام كبير جدا عملية الربط الكهربائي والطاقة والتعاون في البنية التحتية من أجل تنشيط العلاقات التجارية البينية بين مصر ودول القارة وأيضا بين دول القارة وبعضها البعض. لا شك أن مصر سعادة السفير تهتم بما يتعلق بالبنية التحتية في إفريقيا نظرا لحاجة الدول الأفريقية القارة الأفريقية إلى يعني تأسيس بنية تحتية قوية لافتقار الدول الأفريقية لهذه البنية. مصر لطالما ركزت على هذه النقطة، وأتذكر أنا في نهاية العام الماضي على سبيل المثال مصر أقامت مؤتمرا ومنتدى وملتقى أفريقيا في شرم الشيخ يعتني بالبنية التحتية والأساسية لدول القارة الأفريقية. إلى أي مدى نجاح مصر في تأسيس وفي إعادة تحديث البنية التحتية لها في الداخل كان نموذجا للدول الأفريقية حتى تستعين بمصر لتأسيس وللدخول في شراكات اقتصادية مع الدول الأفريقية لتحديث البنية الأساسية والتحتية في القارة الأفريقية؟ هو طبعا ما تم في مصر كنموذج أعتقد يحتذى به في مجال البنية التحتية، وهو نموذج الحقيقة رائع جدا ونلحظه على أرض الواقع في الداخل. وأعتقد أن مصر نقلت هذا النموذج وهذه التجربة مثل تجارب أخرى زي موضوعات الشباب والمرأة وغيرها من الموضوعات الأخرى نقلت إلى القارة الأفريقية من واقع الخبرة والتجربة المصرية. مصر كما أشرت اهتمت بموضوعات البنية التحتية والربط الكهربائي، والبنية التحتية
متنوعه، طريق بدو وسكك حديديه وخلافه، لكنها في اجتماعاتها في اثناء فتره رئاستها صفه خاصه على المستوى التجمعات الاقليميه والدوليه، يعني في مجموعه العشرين، مجموعه السبعه، في العلاقات الصينيه الافريقيه، العلاقات الامريكيه الافريقيه واليابانيه والروسيه والبطاقيات التي عقدت، اهتمام كبير بحث هذه الدول على الاستثمار في القاره الافريقيه وخاصه في البنيه التحتيه وفي القطاعات الانتاجيه المختلفه. من هنا كان الدور المصري دور محوري، دور في غايه الاهميه، نقل تجربته من الداخل الى القاره الافريقيه، ثم شجع على الاستثمار سواء في الاطار الافريقي الافريقي او في الاطار الافريقي مع التجمعات والدول الكبرى ذات الاهتمام القارة الأفريقية فيما يتعلق بالبنية التحتية وخاصة الربط الكهربائي وأيضا الطرق البرية والبحرية والنهرية، وأيضا فيما يتعلق بالطرق الكبرى أو المشروعات الكبرى زي كما أشرت الربط ما بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وخط القاهرة كيب تاون ثم مع الصين الحزام والطريق. ولعل المشروع الذي تشارك فيه مصر وتتولاه مصر في تنزانيا هو مشروع سد نهر روفيجي أو جوليوس نيريري في تنزانيا، يمثل أنموذجا فيما يتعلق بالتعاون والتكامل الاقتصادي ربما بين مصر ودول القارة الأفريقية. مصر لديها خبرة كبيرة فيما يتعلق بالبنية التحتية كما ذكرنا والبنية الأساسية، لأي مدى هذا الموضوع الذي اعتبره والذي طالب به الرئيس التنزاني، طالب الرئيس السيسي باعتباره مشروعا قوميا مصريا خالصا، إلى أي مدى يمكن أن يمثل نموذجا للتعاون المصري الأفريقي في القارة؟ هو طبعا السد في تنزانيا جوليوس نيريري، أعتقد أن هذا السد يعني له أهمية كبيرة جدا من حيث أنه يمثل نموذج للتعاون المصري الافريقي او التعاون المصري التنزاني، من حيث انه سيستخدم في توليد الكهرباء وايضا يمكن ان يستخدم في صناعات وقدرات زراعيه، يمكن ان يستخدم السد في ما يمكن ان ينتجه من كهرباء. واعتقد ان هذا مرتبط ايضا بالبنيه التحتيه، لان اقامه سد يولد الكهرباء مرتبط بالبنيه التحتيه ومرتبط بعمليه الصناعات التي يمكن ان تنشا في هذا الصدد. فإذا هو نموذج يمكن أن يحتذى به لدور مصري في تدعيم البنية التحتية والتعاون المصري الأفريقي في المستوى الثنائي، وأيضا يمكن أن يكون في إطار المتعدد فيما بعد مع دول أخرى. طيب إلى أي مدى سعادة سفير يمكن لمصر الآن الاعتماد على المصالح المشتركة، ونحن يعني إذا ما لاحظنا أن السنوات الأخيرة منذ 2014 وحتى الآن الاعتماد على هذه الفلسفة، على هذه الرؤية المصرية في التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية هي القائمة وهي الحادثة والحاصلة الآن، بدلا من الاعتماد أو الاكتفاء فقط بالمنظور التاريخي وبالعلاقات التاريخية التي كانت بين مصر والدول الإفريقية، هي مهمة في كل الأحوال، لكن يبدو أن المصالح المشتركة الآنية هي التي تجمع بين الدول وليست العلاقات التاريخية الممتدة، أليس كذلك؟ هذا صحيح. يعني وحتى الشراكة، عندما نتحدث عن الشراكة نجد أن الخط السياسي الاستراتيجي لمصر هو إقامة شراكات بشكل مستمر سواء في الإطار الصناعي أو الإطار المتعدد، وتعتمد هذه الشراكة على الرصيد سواء كان التاريخي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي، بما هناك من مصالح مشتركة تشكل أساس لمثل هذه الشراكة، بحيث أن هذه الشراكة تكون أحد يعني إضافة جديدة لما هو قائم من مصالح مشتركة، تعظم وتنمي من هذه المصالح على النحو الذي يكون هناك منفعة ومصالح متبادلة بين الجانبين لما في مصلحة شعوب المنطقة كلها وليس مصلحة طرف دون آخر. منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية سعادة سفير هي فعلت أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وساهمت مصر من خلال اجتماعات عقدتها مصر أو استضافتها مصر بحضور وزراء التجارة والمالية والاقتصاد في الدول الأفريقية، عقدت ثلاثة نسخ على الأقل منها في العاصمة الإدارية كان آخرها في العام الماضي وفي شرم الشيخ وفي مدن مختلفة، لأي مدى يمكن الاعتماد على هذه الاتفاقية على هذه المنطقة في زيادة التبادل التجاري، زيادة التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية و يعني في المقدمة منها طبعا مصر؟ وطبعا منطقة التجارة الحرة بتعتمد أساسا على اتفاقية التجارة الحرة الموجودة ما بين المناطق الجغرافية الثلاث الكبرى في القارة الأفريقية، وهذه المنطقة أساس تفعيلها هو الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الانتاجية المختلفة بهدف التوصل إلى منتجات أفريقية
عالية الجودة نوع في مع نوع من التكامل الاقتصادي بين الجانب بين أطراف الاتفاقية، بمعنى أن في النهاية لابد أن تزيد من حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية ثم أيضا بين الدول الأفريقية والعالم الخارجي. من هنا كان هناك كما أشرت اهتمام كبير من جانب مصر بتشجيع الاستثمار سواء القطاع الخاص الأفريقي أو القطاع الخاص غير الأفريقي، سواء أيضا الحكومات والدول التي تقدم مساعدات ودعم، خاصة دول مثل الصين وأمريكا والدول الغربية التي تقدم مساعدات على أن تستثمر في القطاع في القارة الأفريقية، على أن تراعي في هذا الصدد أن الأوضاع في أفريقيا لا يجب ألا تسير بنفس الشروط التي كانت قائمة فيما يتعلق بمنع مساعدات من دول غربية لدول أفريقية، نظراً لأن حجم الدين الخارجي وأيضاً حجم هذه مشكلة عميقة وأزلية في القارة الأفريقية، الديون خصوصاً الديون الآسيوية الصينية تحديداً لديها مشكلة بالنسبة للدول الأفريقية، وحتى اليابان ربما في القمة اليابانية الأفريقية استضافت جلسة عمل حول كيفية إدارة الديون من قبل القارة الأفريقية والدول الأفريقية التي تثقل كاهلها هذه الأيام. على أي حال سعادة السفير صلاح الليما نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة، حدثتنا حول أوجه التعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وفي قارتها الأفريقية.